خلونا نتابع مع حضراتكم دلوقتي أخبار وزارة الداخلية. والأجهزة وزارة الداخلية في الحقيقة بتواصل جهودها لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، وقامت بضبط كمان عدد من القضايا الخاصة بحجب السلع عن التداول بهدف زيادة أسعارها. تصد حاسم وفعال من أجهزة وزارة الداخلية لكافة الجرائم التموينية، حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديرية الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط 138 طن ملح طعام بحوزة مالك مصنع لتعبئة وإنتاج ملح الطعام بالمنوفية، قام بتجميعها بهدف بيعها بأزيد من سعرها المتداول بالأسواق. كما نجحت الإدارة في ضبط قرابة 60 طن دقيق أبيض ومكرونة وأرز وسكر. قام مالك ومسؤول عدد من مخازن وشركات لتجارة السلع الغذائية ومخبز بلدي بتجميعها وتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بهدف رفع أسعارها وبيعها بأزيد من أسعارها المتداولة، وذلك خلال حملات شنتها الإدارة بالقاهرة والبحيرة ومطروح وجنوب سيناء والقليوبية والشرقية. وتمكنت من ضبط 6 أطنان دقيق بلدي مدعم بحوزة مسؤول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالجيزة، قام بتجميعها للإتجار بها في السوق السوداء والاستيلاء على فارق الدعم المخصص لها، وهو ما يعد تلاعب في منظومة الدعم الذي توفره الدولة للمواطنين. كما نجحت الإدارة في ضبط أكثر من 100 طن مواد غذائية، قام مسؤول مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالجيزة بحجبها عن التداول بالأسواق وعدم الإعلان عن أسعارها بهدف بيعها بسعر أزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة. وضبط 233 طن أقماح مستوردة ودقيقة، قام المسؤول عن مطحن بالقليوبية بتخزينها لبيعها بأزيد من السعر المتداول. كما تمكنت الإدارة من ضبط قرابة 10,000 طن أقماح محلية ومستوردة بحوزة المسؤول عن مطحن بالشرقية، وهي مجهولة المصدر، كان يهدف لبيعها بالسوق السوداء. واستمرارا للجهود الأمنية للتصدي لجرائم حجب السلع للتداول والنتائج الإيجابية المحققة في هذا الإطار، تمكنت الإدارة من ضبط أكثر من 300 طن أسمنت وحديد تسليح تم حجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها وبيعها بالسوق السوداء بنطاق محافظات الإسكندرية والغربية والمنوفية والقليوبية والدقهلية. وعلى صعيد ضبط السلع منتهية الصلاحية، تمكنت الإدارة من ضبط 233 طن مخللات وملح طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المخللات بالشرقية ومالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بالفيوم. ونجحت الإدارة في ضبط أكثر من 25 طن أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل أن يتمكن مالك ومسؤول مخزن ومحل ومصنع لتجارة السلع الغذائية وإنتاج الأسماك المدخنة بأسوان والقاهرة والجيزة من طرحها بالأسواق، وهو ما يضر بصحة المواطنين. كما تم ضبط 112 طن أعلاف حيوانية غير صالحة للاستهلاك الحيواني وذات أثر ضار على الثروة الحيوانية، وذلك خلال حملات شنتها الإدارة بنطاق محافظتي الغربية والمنوفية. كما نجحت في ضبط 9 أطنان أسمدة زراعية غير صالحة للاستخدام الزراعي وتؤثر بالضرر على الثروة الزراعية بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية والمسؤول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة الأسمدة الزراعية بالشرقية. وضبط 1250 طن أسمدة زراعية مدعمة خاصة بأحد البنوك ومحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية، قام مسؤول شركة لتجارة وتوزيع الأسمدة الزراعية بالبحيرة بتجميعها وإعادة تعبئتها داخل شكائر
عليها علامات تجارية مقلدة للإتجار بها في السوق السوداء.